لو الحكاية فيها إن فيجو. لو بنت حضرتك اتقدم لها راقص باليه للجواز، هل هتقبل ولا ترفض؟ والله اشوف بنتي بقى. اشوف بنت انا عن نفسي. انت وجهة نظر حضرتك؟ لا. ليه؟ راقص باليه يعني بيلبسوا لبس مش كويس، بس انا اهم شيء بنت. لا، اصل راقص باليه ده مفيش رجاله راقص باليه، يعني ما اعتقدش ان هو يكون فنان استعراضي. لا، راقص باليه غير فنان استعراضي، يعني في مثلا فرقه رضا مستعرضين عادي. طب ما عادي. لا، راقص باليه دي هيلبس بالارينا؟ لا، ما وافقش. لا طبعا. ليه؟ عشان مش شايفه مش راقص. ايه؟ لو اختك تقدم لها راقص باليه، لا طبعا، توافق ان هي تتجوزه؟ اشمعنى؟ لا عادي، بس سمعتها تبقى وحشه. عادي يا سيدي، شغلانه محترمه، ده فن زي اي فن، زي التمثيل، زي الرسم، زي اي حاجه جميله يعني. تقبل ولا ترفض؟ يعني مش متوقفه على ان ما هو بيشتغل ايه، هو اخلاقه هتكون ايه اهم حاجه، وتعليمه هيكون ايه، ومستواه هيكون ايه، حاجات كتيره مهمه غير شغلته يعني. راقص باليه علشان يتجوزها تقبل ولا ترفض؟ لو حلال لهب. يعني ايه لو فلوسه حلال لهب؟ لو فلوسه حلال؟ ما اعرفش فلوس الباليه دي حلال ولا حرام. هي اخت اصلا مش هترضى. هو بياخد رايك انت. ما شاء الله. ايه يعني انت شايف ان رقص الباليه ده ايه اللي يعيبه؟ هو عيل تاني. هو عيل تاني. على ما شاء الله. طب لو تقدم لها راقص شرقي؟ برضه عيل تاني. هو دكتور، مهندس، مدرس، حاجه زي كده، حاجه قيمه يعني. انت لو تقدم لك راقص باليه باباكي هيقبل ولا يرفض؟ لا، هو مش هيقبل خالص. طب انت هتقبلي؟ لا. اشمعنى؟ اعمل واحد رقص. اقول له بطل رقص وتعالى اتجوزها. اشمعنى؟ عشان يبقى راجل شويه. حبيت رقصه شرقيه تقبل تتجوزها؟ حسب اخلاقها برضو يعني، بالنسبه للبنت لو هي الراقصه حسب اخلاقها هتكون ايه، تمام. اما بالنسبه للراجل لو بيتقدم لاختي راقص مرفوض تماما. ما تقبلش تتجوزها؟ مش هحبها اصلا من الاول. ليه يعني؟ قلبه ما يريد يا عم. لا ما يريدش خالص. ما يريدش؟ لا، ما تصدقيش مش هيريد. حتى لو لبستها لبس محترم او غيرت لها بدله الرقص بتاعتها؟ بص، احنا مش نضحك على بعض، احنا في بلد شرقيه يعني، ما فيش حاجه اسمها كده يعني. يعني مش من الاول اصلا يعني، لازم تحقق كلمه عقلك قبل قلبك يعني، فما ينفعش انت تحبي اصلا من اول واحده رقاصه يعني. لو حبيت رقاصه شرقيه خليها الطوبه اتجوزها. دي واحده بتتعرق قدام الناس، هتجوزها ليه؟ اسم الرقصه حرام اساسا. لا، انا عن نفسي. لا، انت ما بتشوفش رقصات في افلام؟ ما بتصادفهمش في افلام تتفرج عليهم؟ ماشي، ما اشوف وبعد كده. طيب، ما هو برضه الشوف حرام. ولا هم يرقصوا حرام وانت تشوف عادي؟ بس انا مش موافق يا حسين. لا. طب لو صفي ناس اتقدمت لا وافق على طول. في ناس حاجه تاني. هو كان في حوار زي كده في حياتي، بس بصراحه ما عرفتش اتقبل ده، لان هما بيبقوا طبيعيين زياده عن اللزوم يعني. ممكن قبل ما تكون مثلا بتحبني تكون حضن 14 واحد، وانا اتجوز واحده حضن 14 واحد ليه؟